اتكلمت مع حضراتكم قبل كده عن فضائل الحج وعن تعريف الحج وعن من يجب الحج على من يجب الحج، وتحدثت عن المواقيت الزمانية والمكانية والإحرام والطواف والسعي. النهاردة هنفصل شوية ما بين مكة ونذهب إلى المدينة المنورة، على منورها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك الحبيب الشفيع، هناك القبة الخضراء، هناك طيبة الطيبة المطيبة بطيب رسول الله، طابت بأطيب من تطيب طيبة، يا طيب خذ من طيبها رياكا، وإذا لم أطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين أطيب. قف عند القبة الخضراء وسلم على خير الأنبياء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، يقصد المسجد النبوي، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وقلت لحضراتكم قبل ذلك أن جميع المساجد في الأرض بيوت لله باختيار خلق الله. تيجي تبني مسجد وتسميه مسجد الرحمة، مسجد الفتح، مسجد النور، أنت اللي بنيت واخترت المكان وسميته. إنما المساجد الثلاثة ما اختار مكانها أحد. حتى سيدنا النبي لما وصل إلى المدينة عايزين ياخدوا بلجام الناقة وركابها، يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. المساجد الثلاثة بيوت لله باختيار الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حدد البقعة التي يكون فيها المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة ما كانش اسمها المدينة، كان اسمها يثرب، لأن المدينة قديما وهي اسمها يثرب كان فيها حمى، اسمها حمى يثرب. اللي يدخل يثرب يصاب بالوباء والمرض والداء، فيها عدوى، فيها حمى. فلما دخل سيدنا أبو بكر مرض، ولما دخل سيدنا بلال مرض، وكان يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فستنا السيدة عائشة ذهبت لسيدنا رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن أبي مريض وبلال مريض، ادعوا الله لهما، أصابتهم حمى يثرب. فأم سيدنا النبي رفع إيديه وقال: اللهم صححها وانقل حماها إلى أرض الجحفة، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، ما بين لابتيها حرام. شوف الفضائل: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، وفي رواية: كما يذوب الرصاص في الماء، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. المدينة المنورة، فتغير اسمها من يثرب، لأن يثرب بمعنى التثريب، وتثريب يعني توبيخ، يعني ملامة، يعني هيجي لك مرض، يعني هتصاب بالداء، يعني هتصيبك الحمى اللي موجودة في يثرب. ولكن لما سيدنا النبي دعا وقال: اللهم صححها، تغير حالها من يثرب إلى المدينة،
من أرض الوباء إلى أرض الشفاء.